بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ينعقد مجلسنا الأسبوعي 61 من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم 12 من شهر شعبان سنة 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وما مجلسكم هذا أيها الكرام في هذا الليل، هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس المبارك، إلا استكثاراً من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفى كبدر التم شع بنوره، فأحال ليل الحائرين ضياء. يا رب صل عليه ملء قلوبنا، واكتب لنا في الخالدين لقاء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما يزال مجلسنا أيها الكرام موصولاً في ذكر هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعظم عبادة بعد التوحيد نتقرب بها إلى الله، صلاتنا رأس مالنا وذروة سنام الإسلام وركنه الأعظم وعموده الذي لا قوام للإسلام إلا به، الصلاة. وقد تقدم للمصنف رحمه الله ذكر فصول تتعلق بالهدي النبوي في أفعال الصلاة وأركانها، وقد وقف بنا الحديث عند ركن السجود عقب فراغه رحمه الله من الحديث عن الانتقال من الاعتدال بعد الركوع إلى السجود، وذكر الخلاف بين أهل العلم فيما ورد من السنة: أينزل المصلي على ركبتيه أم على يديه؟ ثم شرع رحمه الله في ذكر صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. ركن السجود أيها المباركون من أعظم أركان الصلاة، هو ركن ذل العبودية للخالق وعز العبد بين يدي ربه. في السجود متعة التذلل ولذة المناجاة، في السجود تهمس في أذن الأرض ليسمعك من في السماء، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. أو ما تأملتم قول الحق سبحانه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. نعم، هو طريق القرب من الله، هو آخر أركان الصلاة في كل ركعة التي تبتدئ بالقيام، فالركوع، فالاعتدال، فالسجود. جاء السجود في كل ركعة آخر أركانها، وكأنه ثمرة كل ركعة من أركان الصلاة. في كل ركعة من ركعات الصلاة نتقرب إلى الله بتلاوة كلامه وبالركوع وانحناء الصلب لعظمته وجلاله وبذكره وحمده والثناء عليه جل جلاله، ثم نهوي بهاماتنا ووجوهنا سجدا لله جل وعلا. في السجود يتكرر الركن الوحيد المتكرر في كل ركعة مرتين، ولله في ذلك حكم. في السجود عبد الله وأنت تصلي ترى في صلاتك وفي كل أركانها الخضوع ذلاً وقياماً وركوعاً واعتدالاً، لكن هذه المعاني في السجود أبلغ ما تكون، معاني الذل والخضوع والانكسار والافتقار والتضرع والسؤال والطلب والإلحاح.
أظهر ما تكون في أركان الصلاة في السجود بين يدي الله جل وعلا، بل إن السجود وحده يتفرد من بين أركان الصلاة أن يتعبد لله جل جلاله به على استقلال. فنسجد لله شكرا، ونسجد لله عز وجل فرحا، ونسجد لله تلاوة. ولا يتقرب العبد بالركوع استقلالا، ولا يتقرب بالاعتدال استقلالا، ولا بالجلوس بين السجدتين استقلالا. فالسجود وحده عبادة لله عز وجل. ولما ظفر ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه بهذه المكرمة النبوية ذات يوم، وقد أتى للنبي عليه الصلاة والسلام كعادته بماء وضوئه الذي يصلي به، قام آخر الليل، فإذا بربيعة قد هيأ له وضوءه كالمعتاد، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وأراد مكافأته، فقال: سلني حاجتك يا ربيعة. فقال رضي الله عنه بجواب موفق إلهاما من الله، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. ما سأل دخول الجنة، بل سأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. فطن رضي الله عنه إلى أن أعالي دراجة الجنان ومراتبه العظام يظفر بها النبيون، وعلى رأسهم نبيون عليه الصلاة والسلام، فأحب أن ينزل في أعالي الجنان وأن يظفر بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما تثبت منه رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال أهل العلم: المراد به الصلاة، أن يتقرب إلى الله بما استطاع من النوافل بعد الفرائض، فإنها أعظم النوافل حبا عند الله جل وعلا الصلاة. ومن أهل العلم من قال: بل السجود ذاته أيضا قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل ما استطاع، لكأن أركان الصلاة في الركعة الواحدة مقدمات لهذا الركن العظيم وهو السجود، الذي تحط فيه رأسك عبد الله وأنت ساجد موضع قدمك، وتجعل أشرف ما في جسمك جبهتك وأنفك ووجهك تضعه موطئ الرجل والقدم، لأنك في لحظة اقتراب أقصى ما تكون بين يدي خالقك ومولاك جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني حري بمن سجد لله عز وجل وسأل الله ودعاه أن يجيب الله عز وجل دعاه. فيه من حكم الشريعة وأدبها للعباد في سجودنا في الصلاة أن العبد إذا أراد أن يطلب الله ويسأله فليقدم بين يدي ذلك حمدا لله، تضرعا وثناء وإجلالا لله عز وجل. وهكذا نفعل في الصلاة. أليس السجود موضع الدعاء والطلب والسؤال؟ لكن انظر ما الذي تقدم بين يديه: تلاوة قرآن وتدبر وتحريك للقلوب بمعاني كلام الله جل وعلا، ثم تعظيم وخضوع وانحناء وركوع، ثم حمد لله عز وجل حمدا يملأ السماء والأرض وما شاء ربنا من شيء بعد، ثم يأتي السجود عقب ذلك كله. لنتعلم أن من الأدب بين يدي الطلب والسؤال وعرض المرء حاجته أمام الله عز وجل أن يكون مقدم بين يدي ذلك ما يليق بين يدي الملك الغني الحميد جل في علاه. ومن أدب ذلك أيضا مما نتعلمه من أدب الشريعة لنا في سجودنا في الصلاة: لماذا كان المصلي في سجوده أقرب ما يكون إلى ربه؟ لما اشتملت عليه عبادة السجود أو ركن السجود من الذل والخضوع في الهيئة والوصف والحال والمقام. أما الهيئة فذلك الانحناء، وذلك الارتماء على الأعتاب بين يدي الله عز وجل بجبهتك بيديك بأنفك، فأنت في موضع ذل وخضوع وانكسار. وبلسان حالك فلا شيء تقول في الدعاء بعد حمد الله وتسبيحه إلا الطلب والدعاء والتمجيد والثناء على الله عز وجل. فإذا كنا يا كرام نتلمس الهيئة الأمثل في صلاتنا كلها وفي سجودنا على وجه الخصوص، فلا أكمل ولا أجمل ولا أمثل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلم نتعلم كيف كان يسجد بين يدي ربه. أعظم العباد عند ربه قدرا، وأكثر من أجاب الله دعاه بل أعطاه حتى أرضاه،
وقال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاه الله عز وجل وأرضاه في نفسه وفي أمته صلى الله عليه وسلم. فلما أعطاه جل وعلا علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نتأدب، كيف نطلب، كيف ندعو، وفي سجوده صلوات الله وسلامه عليه من ذلك المعاني العظام التي نتلمسها في هديه فيما يسوقه المصنف رحمه الله في صفة سجوده، في أدعيته، في سجوده، مما يكون بين يدي أحدنا دليلا لارتقاء ذروة سنام العبودية لله جل وعلا اقتفاء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة. ما كور العمامة؟ دون كور العمامة، ما كور العمامة؟ نعم، كور العمامة لفتها، طاقتها، فإن المعتم إذا لبس العمامة أدارها حول رأسه، فيكون جزء من العمامة التي تدار على الرأس موضوعة على الجبهة، فبها تلف العمامة. قال: كان يسجد على جبهته وأنفه، ولم يثبت السجود على كور العمامة، يعني لفتها وطاقتها. نعم. قال: ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر، وهو متروك، وذكره أبو أحمد من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي يسجد بجبينه وقد اعتم على جبهته، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. طيب، هو يريد أن يقول لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة. السؤال: فهل معنى هذا وجوب الكشف عن الجبهة حال السجود في الصلاة؟ الفقهاء في ذلك على قولين رعاكم الله. أما الجمهور، الحنفية والمالكية والحنابلة، فذهبوا إلى صحة السجود على الجبهة المغطاة بعمامة أو بطاقية ونحوها. فمن سجد لابسا على رأسه طاقية أو عمامة أو برنسا وغطى جبهته بها فسجد عليها صحت صلاته. ومنهم من يقول بالكراهة، صحت صلاته مع الكراهة، يعني أن الأولى له ألا يجعل بين جبهته وموضع سجوده حائلا. هذا مذهب الجمهور حنفية ومالكية وحنابلة. لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد المصلي عليه، فإن سجد على كور العمامة أو على الطاقية صحت صلاته، لكن غالبهم كالحنفية والحنابلة يرون كراهة ذلك، فإن صلى صحت صلاته. ولهذا لهم في ذلك نقول: قال مالك عن السجود بكور العمامة أكرهه ويجوز، واستحب الإمام مالك رحمه الله أن يرفع الساجد العمامة عن بعض جبهته حتى يمس الأرض، لكنه لو غطى جبهته وسجد على ما غطى جبهته صحت صلاته مع قولهم بالكراهة. وقد رخص في السجود على العمامة أو على كور العمامة بعض السلف، كعبد الرحمن بن يزيد كان يسجد على كور العمامة، وكذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأسا بالسجود على كور العمامة، وكذا عن بكر المزني وعن مكحول أنه كان يسجد على كور العمامة، وعن الزهري قال لا بأس بالسجود على كور العمامة، وكذلك عن عدد من السلف. قال الحافظ ابن رجب: وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس. البرنس غطاء الرأس المتصل عادة بالثوب كالقميص ونحوه. وحجة القول بالجواز إلى أنه جاء الأمر بالسجود على سبعة أعظم، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
ألا ترى أنك إذا سجدت على ركبتيك وهما مغطيتان فلا يلزم مباشرتهما للأرض، ومن سجد وقد لبس في يديه قفازين ونحوهما فسجد صح سجوده وإن كان القدم إن كان الكف مغطى، ومن صلى لابسا جوربا أو شرابا أو خفا وهو مغطى ويسجد به صح سجوده، فكذلك لو كانت الجبهة مغطاة بشيء، فدل ذلك عندهم على الجواز. أما الأحاديث المرفوعة فلا يصح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال الإمام البيهقي رحمه الله: وعامة ما يحتجون به في جواز السجود على كور العمامة لا يثبت. ما الذي لا يثبت؟ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحاديث كحديث جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور العمامة، حديث أنس كان يسجد على كور العمامة، وحديث عبد الله بن أبي أوفى وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. أشار ابن القيم هنا رحمه الله إلى بعض تلك الأحاديث كحديث أبي هريرة قال: من رواية عبد الله بن محرر متروك، وذكره ابن عدي من حديث جابر متروك عن متروك، وذكره أبو داود مرسلا في كتابه المراسيل. فإذا لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. أما أثر الإمام الحسن البصري رحمه الله فهو القائل: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. أشار إلى ما فعله بعض الصحابة في شدة الحر خاصة، والحجاز بلد حار في الصيف، فقال: كانوا إذا سجدوا على العمامة والقلنسوة وأيدي أحدهم في كمهم، يعني من شدة الحر التي لا يستطيع أحدهم بها أن يسجد مباشرة بجبهته على الأرض، فيتقي حر الأرض بغطاء يكون بينه وبين ما يسجد عليه. قال الحافظ ابن حجر: هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته. فهذا جملة ما ذهب إليه الجمهور. أما الشافعية والظاهرية ورواية عن أحمد فقالوا بوجوب كشف الجبهة حال السجود، فإن كان يصلي على عمامة رد عمامته إلى الوراء قليلا، وإن كان لابسا غطاء كطاقية ونحوها كشف جبهته حتى يمكنها من السجود من غير أن تكون مغطاة أو جزءا منها. القول بالوجوب ما معناه؟ معناه لو سجد وجبهته مغطاة لم يصح سجوده وصلاته باطلة وعليه الإعادة، وقد نصوا على ذلك بلا خلاف عندهم، وأنه إن سجد عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن كان ساهيا أو لا يعرف الحكم أعاد السجود دون بطلان الصلاة. ولذلك قال النووي رحمه الله: إذا سجد على كور عمامته أو كمه ونحوهما فقد ذكرنا أن سجوده باطل. قال: فإن تعمده مع علمه بتحريمه بطلت صلاته، وإن كان ساهيا لم تبطل لكن يجب إعادة السجود. قال: هكذا صرح به أصحابنا، ولهم في ذلك نقول. وكما ثبت عن بعض السلف السجود على كور العمامة، ثبت عن آخرين كراهية السجود على العمامة والكور ونحوها، كعبادة بن الصامت رضي الله عنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته. وكذلك عن علي رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم فليحسر العمامة عن جبهته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسجد على كور العمامة. قال محمد بن سيرين: أصابتني شجة، يعني جرح في الجبهة أو شق، قال: أصابتني شجة فعصبت عليها عصابة، فسألت أبا عبيدة: أسجد عليها؟ قال: لا. وكذلك نقل عن بعض السلف كإبراهيم وأشعث وابن سيرين، وفي المعتم قال هشام عن أبيه يمكن جبهته من الأرض، وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال لرجل: لعلك في من يسجد على كور العمامة، قالها مستنكرا. فدل ذلك على أنه ذهب أيضا طائفة من السلف إلى كراهية السجود على كور العمامة. وجملة القول يا كرام: أولا
ليس هناك دليل صحيح من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بوجوب مباشرة الجبهة للأرض ولا بعكسه، يعني لا بجواز السجود على كور العمامة ولا بوجوب كشف الجبهة، وكل ما روي من الأحاديث لا يصح. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: والأحاديث من الجانبين غير ناهضة على الإيجاب، فدل ذلك على عدم صحة شيء من الأحاديث المرفوعة. ثانيا، هذه العمامة أو الطاقية أو البرنس إن كانت لفتها خفيفة على الجبهة بحيث إذا سجد يحس الساجد بلين موضع سجوده أو خشونته من رقة ما يغطي جبهته فلا كراهة في السجود عليها. فإن كانت غليظة، الطاقية غليظة أو القلنسو أو العمامة كانت لفتها غليظة، فإن ذلك أدعى إلى القول بكراهية السجود عليها. وفي كل الأحوال الأفضل ما هو؟ مباشرة الجبهة في السجود لموضع السجود من غير حائل، لا عمامة ولا طاقية ولا غطاء برنس ونحوه. قالوا: هذا أبلغ في الخضوع لله وأمكن لتمام السجود وأبعد عن الخلاف. إلا من كان له عذر، مثل ماذا؟ مثل حر شديد أو برد، يسجد على موضع شديد البرودة أو على موضع شديد الحرارة في الصيف. وقد ثبت في ذلك أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كان أحدنا إذا سجد حتى يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه من شدة الحر، فإذا أراد أحدهم أن يمكن جبهته بسط ثوبه فسجد عليه. قال النووي رحمه الله: العلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض. وقال ابن قدامة رحمه الله: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال الإمام أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد، يعني لا يعجبني أن يصلي مغطيا جبهته، قال إلا في الحر والبرد. وهكذا قال الإمام إسحاق رحم الله الجميع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة. كما تقدم يا كرام في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله قائم على اليسر والأخذ بالمتاح وعدم التكلف لشيء من هيئته أو يصطنعه صلى الله عليه وسلم خصوصا لأمر ما في عامة حياته. وتقدم كما في الخطبة أنه خطب على الأرض وعلى المنبر وعلى ظهر البعير وخطب قائما، وهكذا في شأنه كله. قال هنا في السجود: كان يسجد على الأرض كثيرا، والمقصود بالأرض أرض المسجد التي يصلي عليها من حصبائها أو من ترابها الذي يصلي عليه. قال: وعلى الماء والطين، والمقصود أنه ربما صلى في أرض بعد مطر قد نزل فيصيب الأرض من بلل المطر ما يجعل تربتها طينا، فهل يسجد ويضع جبهته على التراب المبتل وقد أصبح طينا؟ الجواب نعم، بمعنى أنه لم يتقصد أن يضع حائلا أو أن يفرش شيئا يتقي به الطين. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه ذات ليلة من ليالي رمضان وحثهم على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: إني أريتها في المنام ورأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأمطرت السماء تلك الليلة وكان سقف المسجد من عريش فوكف المسجد، يعني خر سقفه من ماء المطر. قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة ذلك اليوم فالتفت وإذا أثر الماء والطين في جبهته،
صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك علامة على ما أخبرهم به أنه رأى ليلة القدر في المنام، ورأى أنه يسجد صبيحتها في ماء وطين. قيل كانت ليلة 21، وقيل ليلة 23. قال رحمه الله: وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. خوص النخل السعف الذي يصنع منه أغراض شتى وآنية، ويتخذ منه أيضا فراش وحصير وغيرها مما يستعمل من خوص النخل إلى يوم الناس هذا. يستعمل منها أيضا صنع خمرة، والخمرة ما يجلس عليها أو تستعمل لشيء من أشبه مما بالفرش الصغير والآنية الصغيرة المعدة للجلوس والارتحال وأخذها وفرشها. قال: وعلى الحصير المتخذ منه، أي من خوص النخل. قال: وأيضا على الفروة المدبوغة. الفروة المتخذة من الجلد المدبوغ، والمقصود به الفراء الذي يأتي من جلود الأنعام، فإذا دبغت قيل لها فروة مدبوغة. فصلى على ذلك كله صلى الله عليه وسلم، وسجد على كل ما كان بين يديه فصلى. إن صلى على حصير سجد على الحصير، إن صلى على الأرض وهو الأكثر، إذ لم تكن أرض المسجد آنذاك مفروشة، بل كانت أرضها الحصباء وهي الحصى الصغير، فكان يسجد على الأرض التي يصلي عليها صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهمة وهي الشاة الصغيرة أن تمر تحته ما لمرت. طيب، هذه ثلاثة أوصاف جاءت في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولاها تمكين الجبهة والأنف من الأرض. ما المقصود بالتمكين؟ التمكين وصف فوق الوضع، يعني إذا سجدت أنت ستضع جبهتك وأنفك، لكن المقصود بالتمكين أن يكون المرء ممكنا جبهته وأنفه، بخلاف من يسجد على طرف أنفه، بمعنى أن يتكئ على جبهته فيكون وضع أنفه على الأرض يسيرا، بل يكاد يرتفع أنفه عن الأرض، هذا ليس من التمكين. وكذا من سجد معتمدا في سجوده على كفيه وذراعيه، واضعا ثقل جسمه عليهما، فإذا سجد كان وضع جبهته وأنفه على الأرض خفيفا، وهذا ليس من التمكين. التمكين أن يضع ثقل رأسه فتكون جبهته وأنفه على هيئة التمكين في السجود، بمعنى أن يضع ثقل رأسه في السجود غير مخفف عن ذلك الاعتماد. أما وضع اليدين فلثقل الجسم وبقيته، هذا معنى التمكين وهو أول الأوصاف. ودل هذا يا كرام على أن خلاف السنة رفع الأنف عن الأرض كما يفعله بعضهم خطأ، بل نص الفقهاء على أن الأنف إن لم يمس الأرض لم يصح السجود، لصريح قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فاليدان والركبتان وأطراف القدمين ستة، والوجه الذي هو الجبهة والأنف هو السابع من الأعظم التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا وجد المصلي في مصلاه أو في سجوده ما لا يعينه على تمكين جبهته وأنفه، فليعمل على إصلاحه، خير له من تخفيف تمكين جبهته وأنفه، كأن يصلي على أرض غير مستوية، أو أرض ذات حصى أو رمل أو شوك، أو ذات حر أو برد، فليتخذ ما يعينه على تمكين جبهته وأنفه بأن يسوي الأرض أو يفرش عليها فراشا أو يبسط عليها ما يزيل عنه حرها أو بردها أو شوكها أو حصباءها، خير له من أن يخفف تمكين جبهته وأنفه في السجود. أما الوصف الثاني فكما قال: نحى يديه عن جنبيه، والمقصود عدم إلصاق اليدين في السجود بالجنبين بل المجافاة، والمقصود بالمجافاة مباعدة اليدين والذراعين عن الجنبين في السجود. أما الانكماش والتصاق
اليدين بالجنبين فخلاف هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجوده. فإلى كم يباعد يديه عن جنبيه؟ فإذا باعد ضايق من على يمينه ومن على شماله، ولو أراد كل واحد أن يفعل ذلك لتضايق الصف. نعم، يفرق يا كرام بين المصلي منفردا والمصلي إماما، فإنهما لا يزاحمهما أحد، وبين من يصلي مأموما بجوار إخوته المصلين في الصفوف. فأما الإمام والمنفرد فليتخذ صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجافاة قال حتى يرى بياض إبطيه. لو كان بجوارك أحد فرآك تصلي وكشفت أو باعدت يديك عن جنبيك يرى بياض الإبطين، لأن اللباس آنذاك كما تعلمون كان إزارا ورداء، والإزار الذي يلبس في أسفل الجسد كهيئة لباس المحرمين إزار ورداء، فمن لبس الرداء فإنما يلفه على جسمه، فإذا سجد كان ذلك مدعاة أيضا إلى كشف الجنب، فيرى بياض الإبط لمن يراه من جنبه يمينا أو شمالا. فمن صلى إماما أو منفردا أتى بهذه السنة فإنها أكمل لموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ولو شاءت بهمة أن تمر تحتهما لمرت. البهمة الشاة الصغيرة، إشارة إلى عظم المسافة التي تكون بين اليد والجنب. حتى لو أرادت أن تعبر شاة صغيرة أو قطة هرة لعبرت من تحت يديه لشدة ارتفاعها ومجافاتها عن جنبه صلى الله عليه وسلم. أما المصلي مأموما في الصف فإنه يتخذ من هذه الهيئة بقدر ما يسعه المكان، فلا يزاحم إخوانه ولا يضايقهم ولا يجافي يديه فيؤذي من على يمينه أو على شماله. والسنة في تسوية الصفوف التقارب والتصاق الأكعب والأقدام والمساواة والمحاذاة بالمناكب، يعني لن تكون هناك فرجة أو متسع كبير، إنما يعمل المصلي ما يسعه. فمن كان له سعة أتى بالسنة بقدر ما يتسع له المكان، حتى لا تكون السنة والحرص في التطبيق عليها مدعاة إلى مفسدة وهي أذية المصلين من جواره يمينا وشمالا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. نعم، هذا الوصف الثالث في هيئة السجود. إذا سجدت وضعت يديك ووضعت جبهتك بين كفيك. السؤال أين يكون موضع الكفين أو اليدين في السجود؟ أنت ستحاذي تحاذي بيديك كما قال المصنف المنكب والأذن، وأنت إذا رفعت يديك تجافي بها جنبيك كما تقدم قبل قليل، فإن موضع الكف في السجود يأتي محاذاة للمنكب والأذن. فإذا سجدت كانت أذنك ومنكبك على هيئة ومسامة متقاربة، فتضع كفيك رعاك الله لا بالأسفل قريبا من بطنك قريبا من ركبتك ولا مرتفعة عن موضع جبهتك، بل تضعها قريبا من جبهتك، فتضع جبهتك بين كفيك وإذا بكفيك محاذية لأذنيك ومنكبيك. هذا هو السجود المعتدل. فمن تجاوز أو تقاصر عن ذلك فقد فاتته السنة المذكورة في هذا الوصف في حديث البراء عند الإمام مسلم في الصحيح إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يرفع مرفقيه عن ماذا؟ عن الأرض، لأنه إن لم يرفع مرفقيه عن الأرض التصقت بالأرض، فإذا التصقت الذراع والمرفق بالأرض فهذه الصفة المنهي عنها. قال صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. أرأيتم الكلب أجلكم الله كيف يجلس؟ يجلس مفترشا ذراعيه ومرفقيه فتكون ملتصقة بالأرض. قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب.
وفي الحديث الآخر لها عن افتراش كافتراش السبع، والهيئة واحدة لأن السباع أسودا ونمورا وكلابا فصيلة واحدة، فجاء الوصف بلفظين مختلفين والهيئة المنهي عنها واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ها هنا جملتان، أولاهما الاعتدال في السجود، ما المراد بالاعتدال؟ ما المراد بالاعتدال في السجود؟ عدم استطالة المصلي في سجوده ولا انكماشه، فانكماشه في سجوده سيلصق فيه فخذه ببطنه وهذا غير مراد، وتمدده الزائد في السجود بحيث يكاد يصل إلى الصف الذي أمامه من شدة امتداده في السجود هذه مبالغة منهي عنها. المطلوب الوسط، التوسط والاعتدال في السجود. الاعتدال أن تسجد بقدر بنية جسمك، فالطوال سيطول سجوده والقصار كذلك والوسط بينهما، والمقصود الاعتدال. فأما الاستطالة الزائدة في السجود فخلاف الاعتدال، والانكماش أيضا حتى تلتصق البطن بالفخذين أيضا خلاف الهيئة المطلوبة في الاعتدال. الجملة الثانية قوله: ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. انتهينا من الكفين وأنهما توضع حذاء الأذنين والمنكبين. جاء الكلام الآن عن القدمين. أما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. أطراف القدمين لأنك إذا سجدت عبد الله نصبت قدمك هكذا في السجود، فالموضوع على الأرض في سجودك قدمك أو أطراف القدم؟ أطراف القدم. ما أطرافها؟ أصابعها. طيب هذه قدم وقد نصبتها ساجدا. قال: يستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة. فما تجعل أصابعك هكذا؟ ما تجعل هكذا؟ قال: تستقبل بأطراف أصابع رجليك القبلة، فتثني قليلا لتكون أطراف الأصابع مستقبلة القبلة. هذه الهيئة يا كرام التي ثبتت في صحيح البخاري من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لمعنى أطراف القدمين كيف تكون موضوعة حال سجود المصلي في صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان: كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. هذا تنبيه مهم يا كرام على خطأ ربما يقع فيه بعض المصلين في الصلاة في حال السجود. ربما سجد بعضهم على أطراف أصابع كفيه فيسجد هكذا، يسجد هكذا، والمطلوب وضع الكف منبسطة. فأما الساجد هكذا ما سجد على الكف بل سجد على أطراف أصابعه، والمطلوب الكف كاملة، فثنيها حتى تبقى الأصابع خلاف السنة. وكذا قبضها، فمن سجد قابضا سواء كان يعني ناسيا أو قاصدا أو عامدا فالمطلوب التنبه لذلك. فأما السجود بقبض الكفين أو بثنيها حتى تبقى أطراف الأصابع أو بتفريج الأصابع وإن بسط الكف فهذا أيضا خلاف السنة. قال رحمه الله: يبسط كفيه وأصابعه لا يفرج بينها ولا يقبضها. هذا القبض حتى تكون قبضة الكف، وهذا البسط فلا يبسط أصابعه ولا يقبضها، بل المطلوب ما هو؟ بسطها وضمها. قال: الضم وليس القبض، لأن هذا هو القبض، أما الضم فترك المسافة بينها. فإذا يبسط أصابع كفيه يعني يمدها لا يثنيها، ومع ذلك هو يضمها. قال: لا يقبضها ولا يبسطها لا يفرجها. قال رحمه الله: كما في صحيح ابن حبان من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه. وقد تقدم أن هيئة الكف في الركوع أن تلتقم كل كف إحدى الركبتين، فإذا جعلت يديك كفك على ركبتك تلتقمها هكذا بتفريج الأصابع،
بخلاف السجود قال وإذا سجد ضم أصابعه. هذه جمل في أوصاف سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المطلوب يا كرام؟ المطلوب من أحدنا كلما تعلم سنة حرص على تطبيقها. هذه ثمرة تعلم السنن، إحياؤها في حياتنا، ثم ماذا؟ الحرص عليها وتطبيقها، ثم ماذا؟ احتساب الأجر فيها واستشعار أننا نصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتشبه به، نمتثل أمره، صلوا كما رأيتموني أصلي. المطلوب ثالثا أن نسعى جاهدين في تعليم ما تعلمناه وطبقناه لمن حولنا، وأولى ذلك وأولى الناس بذلك أهل بيوتنا، زوجاتنا، أطفالنا، أولادنا، إخوتنا، والدانا، جيراننا، أقاربنا، أحبتنا، أصدقاؤنا، حتى تعم السنة وينتشر الخير. فرحم الله امرأ تعلم السنة فأحبها ثم طفق يحرص عليها، لا يستبدل بها غيرها ولا يزهد في الاتيان بها، ثم هو بعد ذلك ساع في نشرها ورفع رايتها وبثها بين الأنام. تلكم يا كرام والله من أجلى علامات محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام ابن القيم رحمه الله الذي يصف لنا هذه الجمل في الهدي النبوي في كل الأبواب، وما زلنا نتدارسها بابا بعد باب، اسمع إلى ما وصفه به الإمام ابن كثير رحمه الله يصف قرينه وصديقه في طلب العلم الإمام ابن القيم. قال لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. قال وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها. قال ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. شتان بين من تعلم السنة فحرص عليها وتمسك بها فأصبح يجد فيها الحلاوة والمتعة والأنس واللذة. تم كلام المصنف رحمه الله في صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجملة ذلك كما تقدم عدد من المعاني: السجود على الأرض وعلى الماء والطين وعلى الخمرة، وقلنا الخمرة كما قال الطبري مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سمي بذلك لأنه يستر الوجه والكفين من حر الأرض، فإن كان أكبر من ذلك سمي حصيرا. وقال أيضا كان يصلي على الفروة المدبوغة ونحوها. وتقدم أيضا في صفة هيئة السجود تمكين الجبهة والأنف من الأرض، تنحية اليدين عن الجنبين والمجافاة حتى يرى بياض الإبطين، وكذلك وضع اليدين حذو المنكبين والأذنين، والاعتدال في السجود مع بسط الكفين والأصابع لا تفريج ولا قب. ويبقى ذكر أذكار السجود التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نأتي عليها في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى تباعا. الليلة يا كرام ليلة الجمعة، فاستكثروا فيها من صلاتكم وسلامكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حب النبي على الأنام فريضة، لا تنسى ذكر الهاشمي الأكرمي، إن الصلاة على النبي وسيلة فبها النجاة لكل عبد مسلم. صلوا على القمر المنير فإنه نور تبدى في الغمام المظلم. يا رب صل وسلم وبارك على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما تبلغنا بها أعلى الدرجات وأسنى المقامات، وتفرج بها الكربات، وتحقق بها الآمال، وتقضى بها الحاجات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.